لن تصدق كيف قتل أب ابنه في نواحي الفقيد صالح والدرك الملكي يتدخل. اهتز دوار أولاد سيبلغيت بجماعة أولاد بورحمون بإقليم الفقيه بن صالح صباح الخميس على وقع جريمة قتل ذهب ضحيتها تلاتيني على يد والده في ظروف ما يزال البحث جاريا بشأنها. الحادث استنفر عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سبت ولاد نمة التي تمكنت بعد وقت وجيز من وقوعه من توقيف المشبه به في ارتكابه الجريمة داخل منزله، كما استدعى حضور القائد الإقليمي للدرك والفرقة العلمية وعناصر المركز القضائي والقوات المساعدة والوقاية المدنية وممثلي السلطات المحلية لانتشال الجثة بعد تحديد مكانها. وفقا لما أكدته مصادر بين ماغوك، فإن الضحية الذي أصيب بضربة قاتلة على مستوى الرأس بواسطة عصا كان يشتغل بمدينة الدار البيضاء بائعا للأكلات الخفيفة، وقد جاء في حضن أسرته بسبب الإغلاق الكلي الذي فرضه السلطات الحكومية. وذكرت المصادر نفسها أن المشبه فيه سبق أن قضى عقوبة سجنية لمدة ناهزت 7 سنوات على خلفية جريمة قتل وقعت عام 2002 بأظلال ذهب ضحيتها صهره، فيما نالت ابنته حكما بالمؤبد لاعترافها بارتكاب الجريمة. ويرجح الآن بعد وقوع هذا الحادث المأساوي أن تبرز تفاصيل أخرى في القضية، وقد تم وضع المشبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية لأجل البحث، فيما أحيلت جثة الهالك على مستودع الأموات بمستشفى بن ملال لإخضاعها للتشريح الطبي. في انتظار رأيكم متابعينا الكرام.